ما الحكمة من تعجيل الفطور وتأخير السحور في رمضان؟ الحكمة من ذلك هو التسهيل على العباد والتقيد بحدود الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قد حدد الأكل في السحور لتبين طلوع الفجر، فقال سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وتأمل قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم يقول حتى يطلع الفجر، ليظهر لك الإشارة الواضحة إلى التيسير على الأمة، وأنهم لا يكلفون إلا ما يطيقون. وأما تعجيل الفطور فلأنه أيضا أسرع إلى إعطاء النفس حظها مما تشتهيه وامتنعت منه طاعة لله عز وجل، وفيها أيضا تقيد بالحدود الشرعية، لأن الله يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم.